أكثر من 50 نوعا من الفواكه والخضروات يعرضها هذا المزارع الإنموذجي داخل مزرعته في سوق أسبوعية يتم خلالها بيع المنتجات مباشرة إلى المواطنين، إلى جانب كون السوق نافذة لبيع المحاصيل الزراعية. انتشار هذا النوع من الأسواق يكسب الفائدة للمزارعين والمستهلكين على حد سواء. احنا كمزارعين مزرعة كردستان في محافظة حلبشة اول مزارع على عموم العراق، حاولت ان اطرح هاي الفكرة على مواطنين العزاز في محافظتي محافظة حلبشة وكافة مناطق اقليم كردستان وكافة السياح اللي يزورون منطقة أحمد آوى وحلبشة. الحمد لله نجحنا نجاح باهر في هذا المشروع. في شهر الثالث المتتالي كل يوم خميس وجمعة كل أسبوع من الساعة 3 لساعة 9 ينفتح المشروع بوجوه الزوار والسياح الجايين للمنطقة الشمالية، ونرحب أي ضيف يجي لمزرعتنا. السوق تتخطى شهرها الثاني، والزبائن يأتون من مدينة حلبشة ومناطق أخرى للتجوال داخل المزرعة. بعضهم يجرب قطف الفواكه الطازجة بيده، ويود الكثير من الزوار رؤية المزرعة المنتجة لما يقدم فوق موائدهم. أنا جاية من بغداد، والمزرعة كلش حلوة وناسها بعد أحلى طبعا، والأشياء اللي بيها كلها طبيعي وكلها فريش. الأكل الكردي كان أكلنا الدولمة وكله طيب. هاي الكلانة اللي عندهم هماتينهم كلش طيبة. أني لا، هاي مرة ثانية، لأن مزرعة هي تكون مال صديقتي ومعزومة أني اليوم هنا بيها. تاخذ العنب وتاخذ الفلفل كلش حلو، يعني هذا يعني بعد شو نريد احنا من هذا الجو الحلو. مزرعة لطيفة، يعني بيها كل شيء أنت تريده، يعني مثل خلينا نقول من الأشياء الكردية، يعني اللي مثل الزراعة، مثلا الطماطة والبطاطس أو العنب، يعني الشغلات مالتها كلتها زراعة طبيعية. يعني لما واحد يجي يشتري منهم يعني يكون مطمئن. هاي أولا. ثانيا يعني الزوار يجون من كل أماكن، يعني احتمال من أربيل واحتمال من حتى بغداد همينة، يعني مكان تلقى بيها هواي عالم. فكرة الأسواق الأسبوعية منتشرة في الكثير من بلدان العالم، تباع فيها المنتجات المختلفة بشكل أسبوعي، وفي الغالب هي أسواق شعبية غير منظمة، يسهل على الزبون الوصول إلى ما يريده من بضائع ومنتجات معروضة. لقناة زاغروس تي في، أمير سليم، حلبشة.